أحد. السلام عليكم، كديرين؟ بخير لاباس عليكم متتبعي الكرام من ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. الله يحفظكم ويمنكم ويسر اموركم كاملين دون استثناء، كلكم اعزاز وغاليين وفي القلب. تحيه للمنتخب، الله يوفقه. اليوم راه السبت، اليوم هو راه لاعب في التيران، ولكن قلبنا ودعواتنا ليهم. انا عندي مسؤوليه ديال ام وبنيات وعيالات خدامين معايا، خصني نمشي نترزق الله. اللي في النصل يقاد البصل، كيف كنقولوا حنا المثل الشعبي. المهم ان شاء الله اليوم راني غادي خدام. تحيه لعائله جلواجه، وتحيه لعائله بوعلام، وتحيه لعائله عدنان، وتحيه لعائله القلقولي، اصدقاء ديالي. اي مناسبه عندهم كنكون انا السباق، انا الاول. الله يحفظهم ويضمنهم ويسر امورهم. عندهم مناسبه ديال العرس من بنت من بناتهم، بنت من بناتهم من عائله بوعلام. تحيه لكم وتحيه كبيره لخوتنا كاملين المغاربه، لا اللي هنا ولا اللي لهي ولا اللي تما ولا اللي هنا، كاملين مرحبا بكم. باش ان شاء الله دابا باش غادي تمشوا معنا دوزوا معنا الاجواء ديال العرس، كيفاش غادي ندوزوها؟ طبخ راه عندي فيما فيه الكفايه، القياسات راه عندي فيما فيه الكفايه. يعني فين ما غنلقى شي قياس انا ديجا دايرو معاكم، غندوز معاكم غير الروتين ديال الحفل او المناسبه او العرس. الا كان عندي شي قياسات مازال جداد ما شاركتهمش معاكم، غادي نعطيكم المقادير بالتدقيق. الناس اللي مهتمين بالطبخ راه لقيتكم واحد الكميه وعطيتكم واحد الوصفه راه ما فيهاش كذوب. ما تشوفوش الفيديو مجرد راه فيديو فكاهي تنشيطي ترفيهي في غير العراس ديال منطقه عبدال، لا راه حتى التعليم. حنا كندخلوا داك الاجواء ديالنا، كنحسوكم انكم عايشين معنا في ارض الواقع. تحيه للجاليه، الناس اللي كيتواصلوا معنا. تحيه لخوتنا المغاربه، الناس اللي كيكتبوا لنا في الكومنتيرات زوينين بحالكم. راه كنقرا الكومنتيرات، ما كنزقل شي واحد، كنعرف الناس اشنو بغات وكيفاش، يعني الحويجات اللي اشنو الناس، المهم الكلمات اللي كتكتب ليا من اسئله من شكر من مدح من تقدير من بزاف الحوايج. حتى انا والله العظيم الا راكم تاج فوق راسي وكنفرح بزاف. مرحبا بكم كاملين. باش ما نطولش عليكم مقدمه، باكم العبدي راه ديما القعده بلديه والحطه والصينيه. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وكلكم اعزاز وغاليين وفي القلب. وتحيه للمغرب، وتحيه لمالكنا، وتحيه لشعبنا في جميع بقاع العالم. والباقي كلشي خبولات. مرحبا بكم. هنا انا شارجيت المعن كيف ما كتشاهدوا. باكم العبدي هادي راكم عفتاكتور عفتاكتور. مرحبا بكم، تبعونا للحي الاداري. نعز بكم. وهنا وصلنا بواكم العبد ياك، كلشي على المخزن. هاي كلشي على المخزن، تراث ما كاين على البلدي مع بواكم العبدي. المهم مرحبا بكم. تحيه لسي حسن عدنان، وتحيه لسي حسن عدنان، وتحيه لسي حسن. هاي العز به والباقي خبولات. هنا بالنسبه للدجاج كيف ما كتشاهدوا، ها هو مغسول مصوب ان شاء الله. هنا بالنسبه للحم انتوما، ها هي اللحم. هنا الدراري هما كيصوبوا في الديسير. تحيه للسي الحسن والسي محمد، تبارك الله عليكم. مرحبا بنا عندكم، عذرونا وقبلوا علينا. مرحبا بكم. الله يا ودي، حنا خوتنا، ربي يخليكم، الله يثبت الغرس. وهنا كنقول لكم قبلوا علينا ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله راه الكوزينه هي هذه. وهنا فين غادي نخدموا؟ في الاكور، معايا الفنان ومعايا لطيفه. بلاتي الفنان، بلاتي ابتي درك يشوفوا كلماتو بلا نعاس، كاع الناس كتسلم عليك. كنقول لهم لا شفتوا الفنان، اي 10 ايام ما يجيكم النوم. تبارك الله على الفنان، لا غابت سنه ولا حضرت دنا. اي بحال ما وكلي ذاك فات الادغال، لا تعال كطلع مع الشجر يا مع الشقاق، ما كطلعش هي مع الدروج. المهم ان شاء الله هانتوما هنا فين غادي نخدموا في لاكور، تحضيرات المسبقه. المهم مرحبا بكم. لطيفة عيطت عليها، قلت لها سربي سربي، الناس راه ما كيتجمعوا بالربله. شوفوا فاش دارت القهوه، طيبت القهوه ودارتها في قرعه ديال مطيش الحك.
والله الا مكشكشه. مكشكشه مال دخلتيني نعقل وبنينه الصقر. اي كون تكبت في الكاس ما تجيش بنينه. والله الا بنينه. ها من اليوم ما بقيتوش ديروا القهوه في كيسان، هاتوا ما لطيفه خوها في القرعه كتكشكش، خضوها مزيان وشربوها وبصحة. كملتها لطيفة بنينة. ها وليدي هنا كيف ما كتشاهدوا الفطور ديالنا بالراد ديال اتاي من نعناع، الكعك بريستيج والفقاص والبهله. ها انتم البهله كيف كتشاهدوا، واللي بغى البهله راه عندي الفيديو ديالها في القناه، البهله المسفيويه العبديه الحره عندي ناضيه بالطريقه بالجميع التفاصيل، وحتى الكعك حتى هو كذلك مثال. وان شاء الله تجيب الوقت ونشارك معكم الفقاص ديالنا على الطريقه ديالتنا ديال منطقه عبده. مرحبا بخوتي المغاربه. نقص الفرن نعمة، نقص الفرن صدعني. هنا هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله العطريه ديال اللي غادي نخدموا بها الدجاج واللحم. عندنا السمن حار، عندنا زيت العود، عندنا القزبر، عندنا المعدنوس، عندنا ضمه الزعفران، عندنا الزعفران حر، الجلجلان مع اللوز الزين ديال البرقوق، سكنجبير، خرقوم بلدي وسكنجبير، البزار، سيبيسا، قعقله، خرقوم ذكيه ملون، مروزيه ديال اللحم، القرفه، الثومه. هذه هي المكونات. هنا عندنا الزبده، السنيده، السفه. ان شاء الله باش غادي نخدموا واحد الكميه ديال 3 طباسل ولا 4. هذا غير غدا ديال الدار، طيبين هما شي حاجه وحنا غادي نضيفوا عليهم هذه. بالنسبه لليل عندنا وما الزهر ما نساوش. صافي هذو هما المكونات. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا ان شاء الله باش غادي نديروا السفه ديالنا، عندنا 3 كيلو 3 كيلو ها انتم راه 500 غرام، هذه بحال نص كيلو بلاتي الفنان. ها هي 500 غرام جوجات بكيلو، جوج بكيلو. بحال عندي هنايا 3 الباكيات اللي خويت، 3 الباكيات، وحده مخويه وهما جوجات. قياس ديال 3 كيلو نفس الطريقه. السفه ديالتنا سهله. وعليكم السلام، كي دايره اختي زهره؟ بارك ما ديروا، الله يجعل كل شيء بارك مسعود. سير الفنان. هنا تحت الطلب ديال بعض الاخوات كيقول لي عزيز بغينا غير الكميه قليله، نديروا معكم كميه قليله ماشي مشكل. كتبسبسوها او تلبسوها بالزيت النباتي ومن بعد كنفوروها في كسكاس عاديه. هنا بالنسبه للبرمه انا خدمت غير بالبرمه الصغيره، قفلتها، ها الفابور خرج دابا باش غادي نقلبها في كسكاس، نخليها تفور ثلث ساعه. راه اللي طيب كيلو يطيب نص كيلو، يطيب جوج كيلو، يطيب 10 كيلو، يطيب 30 كيلو، راه نفس الطريقة. وديما كنغطيها بواحد الزيف اللي هو نقي، علاش؟ الأغلبية الناس كيخلوها مثلا عريانة، لا باش ما تجيش مشوكة، طيب من التحت وطيب من الفوق، وفي نفس الوقت الزيف كيسرب داك الفابور، منها ما تعرقش ومنها طيب على خاطرها، كيفما كتشاهد. هنا بالنسبه للزيتون، الزيتون الاحمر كيف ما كتشاهدوا دائما ملي كندخل كنبدا به هو الاول، كنحطو في المحلوق. هنا المحلوق كيجبد منه، لا كاين شي صودا وكاين شي ملح ولا كاين شي حاجه. هنا ملي غادي نخليه حتى الوقيته اللي غادي نصب ونعاود نبدل ليه هذا الماء شي 3 مرات حتى الحطان صافي، وكنخليه هو الا درتو ليه لاصوص كيتكمش حتى الاخر، وديروا ليه واحد شويه ديال لاصوص من الدجاج يعني حتى تبغوا تحطو باش ما يتكمش، يجينا زيتون شارف. هذا بسيرتو هذا، اما مسلله ديال الدار العادي ولا الخضر ماشي مشكل. بالنسبه للستينطير عندي كيلو ديال الحامض، ولكن ما غاديش نديرو كامل لان عندي الحامض خضر، غادي ندير تقريبا واحد 4 كركوبات ديال الحامض خضر، وغادي ندير واحد 3 ديال الحامض مرقد. هنا هذا المجرد الزين صافي، هادشي اللي كاين. بالنسبه للهريسه الخضراء والهريسه الحمراء والزيتون كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله باش غادي نديكورو بهم هاد اللي سميتو الحامض، غنجويه ان شاء الله ونشنفوه. وهانتوما معنا هنا كيف ما كتشاهدوا بسيبيسا، هانتوما درتها هنا فوق الكسكاس باش تسخن شويه باش نطحنها في مولينكس. ديما سخنوها نتوما في مقيله ولكن على نار مهيله، ما كتبغيش تحرق باش تبقى بديك النسمه ديالتها وتجي ساهله في الرحيان. اغلبيه الناس ما كتبغيش تطحن لهم كتكون بارده، الا كانت بارده ما كتطحنش، خاصها تكون سخونه باش غير توركوا عليها بحال هكايا كتهرس. دق بالمهرسه سهله ودق بالمولينكس سهله صافي. هنا بالنسبه للعطريه ديال الدجاج والعطريه ديال اللحم جمعتهم في دقه واحده باش ما نبقاش
يعني نصر العمليه. هنا اخر قم بلدي سكين جبير الملون الغذائي ضروري من اللون، الضامه ديال الزعفران، الزعفران حر. نعم اخويا واخا البزار السمن حار ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا درت بسيبيسه، درت قعقله، درت سمن، الضامه ديال الزعفران، الزعفران حر، سكين جبير، البزار، الملون الخرقوم بلدي. هنا زيتي مزيج ما بين الحامض والربيع والحامض خضر والثومه، هذا ديال الدجاج، هذه العطريه ديال الدجاج. هنا بالنسبه للقزبر والمعدنوس ان شاء الله دابا باش غادي نطحنوه حتى هو ونصفيه وندير غير الماء ديالو هنايا، والملح دائما كتبقى على حسب الذوق. البزار، القعقله بسيبيسه، المروزيه مخلطه، الزعفران، الضامه ديال الزعفران، سكنجبير، الملون هذا الخرقوم بلدي، والسمن الحار، والملون الغذائي ضروري باش يحيد ديك البيوديه من العظم، ما يجيناش بحال المسلوق لان كميه كثيره. ملي كيكون عندي كميه قليله ماشي مشكل، على الخرقوم بلدي والزعفران كافي، اما ملي كتكون كميه ديال العراس راه كلشي الطباخه ديال المغرب كاملين كيديروا هذا، راه يكذب عليكم كذاب، راه واخا ما يديروش قدامكم يديروه من وراكم، راني طباخ وكنعرف قوالب ديال الطبخ. راه كاينين شي حويجات الله يستر بنادم لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن انا الحمد لله ضميري حي وكنخاف الله. باكم العبدي غدا واحد النهار نموت نخلي الناس ترحم عليا. الحاجه اللي زوينه واللي واقعيه نوروها لكم، الحاجه اللي ما لايقاش ما عندكم ما ديروا بها. المهم مرحبا بكم ان شاء الله. هنا بالنسبه للكسكاس بعد ما فار قلبناه في هذا البانيو، ها انتم بانيو راه صغير، درنا الملح زيدي واحد شويه ديال الزبده صافي، ولا عندكم العنب ديروه غسلوه ديروه، ما عندكمش المهم حتى الاخر وديروه، ديروه في كسكاسي فور ماشي مشكل. هنا كنقلبوا عليه داك الماء بلاتي الفلاح، ها انتم هاد قلب 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 انا درت الماء في برمه اخرى. هنا كيف ما كتشاهدوا ها انتم نقلبتها في البانيو، ها هي بلاتي الفحم، درت عليها الماء الكافي، ها انا حتى خديت غير شويه في ديك البرمه الصغيره فورت عليه ودرت البرمه الكبيره. راكم عارفين ديما ملي كندخل الارز كندير البرمه كبيره كنطيب ليا الماء، ها ديما خصها تعوم ما يكونش الماء قليل، الا كانت الماء قليل كتعجل لكم، خصها الماء يبقى يلعب فوق منها، ها انتم الماء يبقى يلعب، ماشي غير تخوي على غير شويه ديال الماء، الماء يكون كثير دائما في الماء، يكون كثير هنا في البرمه واخا يكون نص كيلو صافي. هنا غنخليها واحد 3 دقائق على حسب النوعيه ونقلبوها ان شاء الله في كسكاس. هنا ها انتم قلبناه في الكسكاس كيف ما كتشاهدوا، ها باش كتسخطر، الا ما خليتوش فيها هذا الماء تسخطر ضروري ما تلصق لكم. ها هنا ها انتم كنقلبوها في هذه الطنجره، شوف طنجره ولا شي حاجه اللي واسعه، ها شوف ها صافي. هنا غادي نديرو السنيده، ديري السنيده قياس الحلاوه، الحلاوه ديال السكر والملح دائما كتبقى على حسب الذوق، ضربو راعيو غتزينوها بالسكر كلاصي، ديما خلوها ناقصه من الحلاوه وصافي سير. لافاني او الحليب داك نيسلي نتوما واللي بغيتو، تا هو راه كيجيبها زوينه ماشي مشكل، بغيتو ترشوه من الفوق ديروه. المهم ديك لافاني ديال الزهر ولا لافاني ديال البرتقال راه كتجيبها زوينه حتى هي، كتحيد من هذيك الريحه ديال الدقيق، اي نوع اي نوع، المهم فاني ما ديروش على الزهر، الزهر كيجيبها مجهده، ما زهر كيجيبها مجهده، لان ما زهر الا ما جيو بالعامري هما اللي زوينين، ما تبقى راعه ديال القبوره ما كاين حتى شي نوع زوين يحمر الوجه. سيري بسم الله على ريحه ديال الفاني كتطلع زوينه صافي. هنايا ملي كنديروا لهاد المكونات كنخلوها حتى تبرد، ملي نبغوا نقدموا في الطبسيل كنهزوا نحطوا في الكسكاس غير كطلع السخونيه صافي وكنكون مكملنا. نتمنى الفيديو الشرح ديالي يكون واضح، ومرحبا بكم خوتي المغاربه اينما كنتم اينما حللتم في جميع بقاع العالم. تبارك الله على الفنان مالك، الله يبارك فيك غتخلصي على تاهي المرابحه، قولي الله يبارك فيك للناس يا ويلي على الفنان، الناس تسول عليك ديما كلشي يسول عليك. دا كنمشي للدار هذا كنزيد عاد تقول هادشي مالو هادشي انت كاين ايوا الفنان حنا ما كندوش عليه ماشي مشكل، فايتفهموا الصغار بكري مرفوع على القلم والثوميه
توميه فاتحه نوبتي مسكينه كل شيء زين. يلا الله معاكم ومعانا. هنا بالنسبه للقناصي احنا رديناهم متسلقوا كيف ما كتشاهدوا، هما تسلقوا صافي باش غادي نطفوا عليهم. والبرما كي قلت لكم راه دائما كنرد الماء يطيب هو الاول، تابعونا ان شاء الله. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا اللوز ان شاء الله ديال السفه ديال الحمراء، يعني نفس الطريقه كنفسخوه بما طيب ونقلوه في الماء بارد في الزيت بارد. هنا السفه كيف ما كتشاهدوا هانتوما من طنجره الكسكاس للطبسيل ديريكت، من الكسكاس للطبسيل فور الاولى كيوريتكم والثانيه. هنا غير كتسخن يخرج في هذا الفابور هانتوما كيف ما كتشاهدوا صافي وكنحيدوها. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله هذا غدانا، يعني احنا عندنا العرس تاع الليل، هذا الغداء الاول كنقولوا باش الناس يعني ما يبقاوش يتسناو حتى يجمعوا الناس عاد، لا هذا غدانا كافكار. دجاج مقطع مع الزيتون شويه السفه ولا كسكسو، المهم اللي درتو. دائما بوكم العبدي كيعطيكم الافكار، مرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا عندنا ثلاثه طباسلات ديال السفه، حطينا ثلاثه ديال الدجاج كي قلت لكم كافكار الغداء الاول. حنا العرس عندنا حتى الليل والله يكون مع المنتخب ويفرح ويكون عندنا العرس عرسين، نفرحه بالعروس وفرحه بالمنتخب المنتخب ديالنا المغربي ان شاء الله. ديما المغرب عاودوها عاودوها رافينكم عاودوها عاودوها ابيت بيت وعاش المغرب وعاش المغاربة وتحية لأمي فاطمة جلواجة والعائلة الكريمة ومرحبا بكم. جلواجة شكون جلواجة؟ راه أمي فاطمة من جلواجة. ها هما لقاو بعضياتهم، شوفوا السمية، ها الحباب تلاقاو، مرحبا بكم، شوفوا باكم العبدي.